نعم تفريم متواجد عندك لا يوقف اعتقاد على خاطر ما حصل، خصوصا وانه شفنا عدد كبير من النواب بالامس توجهوا الى الرمل البيضاء، عدد منهم دخل ايضا ليشوفوا مجريات التحقيق. اليوم بنسالك عن التوقيت، باي خانه بتوضع ما يحصل اليوم قضائيا بملف ويليام نون بيتر نون، وطبعا اللي هن دائما الصوت العالي صوت اهالي ضحايا انفجار؟ بتعرفوا انا اول شيء بدي الفت نظر انه اللي عم بيصير ما في حكمه ابدا من المسؤولين. بدي اتوجه للمسؤولين، بدي اقول لهم انه اللي عم تعملوه هلا بالتحديد بهالتوقيت مع التشنج اللي عم بيصير باخر جمعتين بالمنطقه بدل انه نحن رايحين على محل يمكن ما فينا نرجع منه. كل يوم كل يوم عم تتفاقم الامور بهالطريقه، عم نروح على محل وعم نبلشنا نحذر، وانا بالتحديد بلشت هيك على الناعم، هاليوم بدي اعطيها صوت اعلى. اذا مكفيين هيك عم نشوف تحلل الدولة المركزية اللبنانية بكل جوانبها. يعني ما فينا نتصرف وكأنه نحن اليوم ممنوع نسكر طريق، وانت بالتحديد عاملين غلطة هالقد انه في عنا شهداء. لبنان كان طار من سنتين، عيال مثل ما هي بيروت طارت طارت ما مش عامل مقصر هالقد وعم تتصرف انه ممنوع تسكر طريق جانبية. انا بدي حيي الابونا وكل شخص كان امبارح بجبال، بدي حيي زميلي صديقي زياد يلي يمكن لانه متضايق ما قدر اليوم يكون هون لانه موجوع، يلي بدي حيون وبدي اقول لهم انه يلي كيف تصرفتوا امبارح في لياقة في حضارة في لقاء بيشرف منطقتنا، لأنه نحن هيك بنتصرف. بتشد على ايده لزميلك النائب زياد حواد بموضوع تسكير الطرقات؟ بدي اقول لك قبل ما خليني اجاوبك على هيدي، بس قبل الطريقة اللي تصرفوا فيها امبارح فيها لياقة، ما كان في تصرف عياط وصريخ وتكسير، ما تكسرت سيارات مثل ما شفنا بباريس من جمعتين بس كانوا زعلانين الناس، ما شفنا ناس عم تولع محلات، كان في حضارة، كان الأبونا عم بيقول لهم ما بدنا نسكر الطريق الأساسية لأنه من الناس نحن والجيش رفض وقال له عندي أوامر، حكي مع الرائد، الأبونا حكي مع الرائد المسؤول. وأنا بدي أدعي من هون من هذا البيت واليوم أمام المطران وأمام بلاد جبال وأمام كل لبناني، تفتحوا تحقيق لقيادة الجيش كيف بصير هذا العمل يلي الأبونا نسق مع الرائد، وإذا بدكم نعطيكم اسم الرائد اللي نسق معه على الأرض ومن وين هو، وقال له أنا وياك مننظم الأمور تمش حدا يصير له شيء، وقال له أوكي، قال له ما فيكم تسكروا الطريق الأوتوستراد لأنه ما، قال له أوكي رح نزيح على جنب ونروح على الطريق الجانبية نوقف على ونسجل موقف على الطريق الجانبية. تجي بيتصرفوا بهالطريقة مع الأبونا ومع كل ابن من كسروان وجبايل امبارح، هيدي الإهانة وهيدي اللي عم نشوفها كل جمعة عم بتزيد. ما نحن بدكم تفكروا كمان أنه هالكباية عم تملى في مناطق عم تحس حالها ولاد جارية، بدنا نفهم، وإذا رح تكفي هيك هيك طريقة على شو عم تعزمونا؟ ساعتك رح ارجع لسؤالي. بتأيد النائب زياد حواد بموضوع تسكير الطرقات وايضا امام جبال اللي قال امبارح من رمل امام جبال؟ بدي اقول لكم شغله، اكيد بأيد موضوع اساسي هو انه نحن اليوم التعبير السلمي والضغط مطلوب في هذه القضيه، خاصه انه العالم كله، انا يلي عم بتفاجئ فيه انه العالم كله وامامكم اليوم القضاء الأجنبي يلي بلبنان من يومين ثلاثة وهلأ جاي الوفد الفرنسي، يعني شو عم تعزموا؟ شو عم تعزموا؟ عم تعزموا حالكم على فضيحة هائلة تيقولوا بالفعل أنه أنتم مش بس مقصرين بالقضاء، مش بس مقصرين بالتحقيق، مش بس مقصرين بواجباتكم، أنتم كمان عم تقمعوا شعبكم؟ طب هل أنتم هالقد أعداء حالكم؟ أنا هاي عم بقولها، أنتم مين؟ لحقلكم أنتم مين؟ أنتم عم تحملوا صورة لبنان لقلنا، لبنان اللي حبيناه نحن، لبنان الكبير، هل انتم عم تكسروه الى رجعة؟ خبرونا.
هل انتوا عم تمحوا اثار لبنان الكبير وعم تاخذونا الى انحلال هذا البلد؟ واذا رايحين لهون انتوا عارفين على شو رايحين؟ وعارفين على الوجع يلي رح يصير؟ لانه كل تطورات من هالنوع فيها دم، فيها الم. اللي عم بيصير مشوار رحله نحو العبث. بدنا نطلب من كل المسؤولين، قضيه ويليام نون اليوم شباك انكسر بتوقفوه، انتو يلي فجر بيروت كلها موقفين ناس صار لكم سنتين مش فهمانين، مش عم نفهم شيء. واضح وقف التحقيق تفضل.